تشاهدون هذا البرنامج برعاية خافيبس. جمهورنا العزيز، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم اللي تعودتوا عليه طيب معنا. كما كل مره رانا موجدين لكم لي بلا اللي يعجبكم ويجوكم ساهلين تاني بيان سور مع رؤوف. صغاليكم اعزائي المشاهدين، صغاليك هاجر، مساء النور. صافا صافا الحمد لله. انت يا صافا؟ واش جربتي شويه لي بلا ولا؟ جربت خرجوا لي هايلين. وكان لي بلا اللي راني نجيب له باش يدوق هو تاني. هاي بيان، ان شاء الله تزيدي جربي تاني تاع اليوم. جربوا برك، قول لنا واش راك جايب لنا اليوم. تكونوا بيان معنا اليوم، تشوفوا لي غوسيت تاع اليوم اللي راهي فريمون سهله. كيما عودناكم، عندي كومونتخي، عندي خبيزه تاع البطاطا. نستعمل فيها البطاطا راني غليتها ديجا هاجر وطحنتها هرستها. عندي لافارين، صفار البيض وحده، حبه بيض، عندي زريعة البسباس والهريسة. فوالا، وهنا عندي زبدة تاع الراعي. داك. وهنايا كيما هاجر، هاي مقلوبة. معليش. نكملوا هادوكا نقول لك، وعندي كوم ديسير. كوم ديسير عندي بانوفي بانان. بانوفي بانان اللي هو فريمون ساهل وراح يعجبكم. عندي نسحق فيها بيسكوي. أو شواليت سي بون في لو مارشي تو. عندي هنايا كريم كراميل. يعني هذيك لا كريم اللي درت لها الكراميل. وعندي هنايا البنان. هادوما راح نستعملهم هاجر الديسير. في الديسير والشيكولا سي بور لا ديكوراسيون ابري. لو بلا برينسيبال يا هاجر نستعمل فيه الدجاج، بطاطا، الثوم، لا كريم فريش، وحده بوارو وحبه بصل والماء باش نمرق به. وهذا اللي هو سوب دو بولي او بيان فيلوتي دو بولي. صح، مالا احنا نخليهم يروحوا يشوفوا الاطباق تاع اليوم كاع واش عندنا ونعاودوا نشوفوا. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد، ودروك راح نبدا معاكم باول طبق لنهار اليوم اللي هو خبيزات البطاطا بالزيتون. ياك مانيش غلطه؟ هذه يلا رسيت انا خبيزة البطاطا تاعنا بالزيتون. تحبوا طيبوها بالفور ولا تقلوها في الزيت؟ هذه الخطره حبيت نقليها في الزيت باش تجينا شويه رطب. صح، فوالا. واش فيها كاع عاود قلنا؟ انا واش نسحق فيها؟ عندي 500 غرام تاع بطاطا، عندي 100 غرام تاع فرينة، عندي هنا 80 غرام تاع زبدة، عندي واحد صفار البيض، عندي زريعة البسباس نقولوا 3 كويار كبار، عندي هنا مغرفة واحدة تاع هريسة، عندي هنايا الزيتون، عندي هاد الزيتون الكحل دين نحيت له العظم ديالو واشيتو. يعني تحبوا تستعملوا الزيتون ولا الزبيب؟ يعني هاد الخطرة ما حبيتش ندير الزبيب على جال درت الزيتون. يعني تحبوا ديروا واش راكم حابين، تحبوا ما ديروا حتى حاجة، ني زيتون ني زبيب. وعندي حبة بيض كومبلي. فوالا تسمعوا، نقول لكم عندي حبة بيض وحده صفار البيض وحده. فوالا تما نقول لكم زوج حبات بيض وحده صفار البيض. اوكي فوالا نجوزو دوكا هاجر نبداو بالبطاطا. تحضير البطاطا كما قلت لكم راني غليتها في الماء بالملح، قشرتها غليتها قطعتها اون كوب وغليتها في الماء، وراني كرازيتها بلا فورشات ولا بالفوي كما تحبوا. عطيني برك الفوي هاجر داشي. صح فوالا، دوكا لو ميلونج راح نديرو غير هنايا. نسي سمك نعاودو كي تنحوها كي تبرد البطاطا تاعكم نعاودو زيد تهرسها. نزيدو نهرسوها هكذايا غير وحدها ما ديرلها ني زيت ني لا لا. دوكا هي كيما راهي كي نديرو هاد لي ليكيد راح تجي عاقده، وحنا راح نديروها في الزيت. صح نسحق برك هاجا على بالي شقيتك، نسحق برك سباتول. اوكي أب. هذا يساعدك؟ هذا يساعدك؟ هاي يساعدني هذاك. بون زيدي لي انت دوكا زبده. زبده فوالا، درت انا هكذا باش نعاود نكرازي لا بوم دو تير ديالي. اش عندي هاكاع زبده؟ ديري هاكاع
راهي 80 غرام تاع زبده. ما ندوبوهاش زبده، نخلوها هكذا؟ لا لا زبده ما ندوبوهاش بزاف، بصح نكونوا نحيناها من الفريجيدار. اه من قبل فوالا، باش تكون طريه. تكون طريه شويه. ننصحكم تستعملوا زبده الراعي لا غوسات هذه. تمد لها نقو هاي، تمد لها نقو هاي. بون انا ماشي موافق نخدم بالفوي هاك، انت كومي تكون طريه ولا بيدك؟ اه نخدم بيدي، ما كاش كي واخد من اليد نزيد لنا البنه في الماكله. فوالا جا يا بيبي، مش حنقول لك تاكي بالخواتم وكلش. اه لازم تنقوا يديكم ولا بليكم كيما تحبوا. فوالا هذا خلاص نديه، خلي بالك نسحقها. اه يا صاح فوالا، نديرها هكذا باش نعجنها مليح. فوالا باش الزبده تاعنا تمشي مليح في البطاطا. انا هذا واش قصدي قبيله كي سقسيتك دير لها الزيت ولا الزبده، خاطر وحده هكذاك تجينا ناشفه، وما كي تعاود تهرس فيها باش تطمل اكثر دير لها راح يبدا يطير الزيت. بدات نقصي لها الزيت، انا ديجا دايرينها تسخن. سي بون هكذا فوالا، كيما راكي تشوفي هاجر هاي ليك، راني دوكا خرجت لي اون بات هكذايا عجنتها بيدي. دوك واش ديري هاجر؟ ديري ديري لك صفار البيض. فوالا صفار البيض اللي هو وحده. فوالا دوك الخطر ماشي بيدي، ها كي درت لي ديري كلشي فيها، ديري هذيك الحبابيط كومبلي والفارينه. اوكي حبه البيض مع البياض نتاعها، الفارينه كاع ياك ندير. اوكي نعاودو نذكركم كاين 100 غرام دو فارين فيها. هاديك لا فارين سي بون. نزيدو زريعة البسباس. زريعة البسباس والهريسة. الهريسة ديالنا. والزيتون تاني ياك. والزيتون، يعني الزيتون سي فاكولتاتيف، تحبوا ديروه. كيما الهريسة تاني اللي ما يبغيهاش حارة ما كان له يديرها. تقدروا ديروا كيتشاب في بلاصة الهريسة. فوالا. فوالا. لا جوست على لا كولور، وتمد شوية هذيك الحرورية ليجار هذيك. هاك هاجر. دوكا واش نديرو؟ نخلطوها بيان. هذا واش فيها سي بون؟ فوالا هذا واش فيها. اوكي دركا نخلطو كاع كلش. فوالا باش نبداو نقلوه. كيما قال لكم رؤوف تقدروا تقلوه ولا تقدروا ثاني ديروه في الفور. ديروه في الفور 180 دوغري بوندون نقولوا 15 مينوت هكذا. صح يا سما 180 درجة مدة 15 دقيقة. 15 دقيقة الفور ديجا كونوا نتوما يسخنوه ديجا من قبل. سخنوه ديجا من قبل يكون سخون وباش تحطوه هكذا. اوكي سيبون، جبت لك مغرفة ولا حاجة؟ جبت لي برك زوج مغارف. اوكي حبوا ديروا دي بولات بيديكم باش كي تحطوها في الفرن وكي تقلوها في الزيت. بون وسخت يدي خطرة، مش حبوا دوزيام فوا هاد الخطا حين نستعملو كويار. لازم لافارين هنا هاجر كيما راكي تشوفي، لافارين تمشي مليح فيها، ندخلوها مليح في لاباط. فوالا باش تشد روحها مليح في لاباط، مالازمش لاباط تكون هكذاك بلا لافارين. فوالا ديك المرة درت لنا ثاني عفسة هكذاك. لي بيني دو بانان. والو حاجة واحدة أخرى. مي راني على الطريقة برك أنا كيفاش. شوفي شوفي لا تفكرتها دير كيما هكذاك، أنا راني بديت ديجا نهز هكذاك ومن بعد هكا ياك. فوالا بعد هكذاك بعد سقليها. ومن بعد نقلوها. أي خلاص. لازم نعمروها المغرفة. داكوغ. أوكي. مالا دير لنا واحدة نشوفوك. باش عاد نديهم عليك هادو. ميرسي. شوفوا كيفاش ديرها. وانا درت بصح هذيك الطريقه برك درت غير شويه. بون انتما حكموا زوج مغارف. اوكي هاهي فوالا. ديروهم كي الزيت نتاعنا بيان سور يسخن. بيان سور الزيت تاعنا يكون ديجا سخن ونديروهم ونحطوهم يتقلاو في الزيت. صح وحده بوحده حتى يتقلاو. صح حنا نخليكم مالا تكملهم ياك رؤوف. خلوهم يروحوا يشوفوا المقادير ونعاودوا نرجعوا لكم. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد ورايحين نواصلوا معاكم اطباق اليوم. دروك رؤوف رايح يوجد لكم حساء الدجاج. وي حساء الدجاج هذا اللي راكم تشوفوا فيه راهو ساهل هاجر. نستعملوا فيه الماء هذا باش نمرقوا به. عندنا بيان سور صدر تاع الدجاج،
عندي البصل وعندي هنايا حبه بطاطا خليتها في الماء باش ما تكحلش وعندي هنايا نقولوا 6 مغارف تاع كريم فريش ايباست يعني كقشده طازجه ماشي ليكيد وعندي هنايا 4 حبات تاع الثوم صح دوكا هاجر كيفاش راح نديروا هاد لاغوسيت انا راح نستعملوا قدره صغيره نحطوها تسخن نبداو بالبصله شكيت ياك نبداو بالدجاج بالدجاج تسمى تقلي الدجاج ولا تقليه نقلو الدجاج فوالا نديرو شويه زيت ندير زيت زيت هيا مليح نديرو شويه زيت والدجاج هذا راك داير البلون هنايا انا داير غير البلون يعني ما كيديرو ما ديروش العظم باسكو حنا واش راح نديرو هاجا راح نديرو في الميكسر وتعرفيني هاجا بلي هادي ما نقدرش نغلقها هيا خلاص نهنيك انا واش دكيت كل البلون دو بولي واش ديرو انتوما نحكموه نقطعوه دي مورسو طوال عرفتي راه؟ انا عرفت لا تبغي مولاتها هذه فوالا درك تقطع البولي فوالا نقطعوه بهذا الشكل هذايا اوكي حنا نقطعوه الشكل كبير صغير كيما تحبوا صح باسكو راح يجوز في الميكسر انا جيت نعاونك لقيتك كملت خليها هكا هاد لي مورسو هكا كبار نخليهم هكذا دي مورسو تسمى جهد لي طيب لنا برك باش ما يكونش كبير حنا نبداو به الدجاج باش يطلق لوغو تاعو في الطياب ومن بعد نديروا له هادو زوج حبات بصل بصل طويله ولا الكوارو وحبه بصل والبطاطا فوالا سي بون هات هذا انت هنا هم لك لي مورسو تاعنا كيما راهم نحطوهم يتقلاونا لو بولي ديالنا كاين اللي ما يديروش هكذاك يفو ماشي يفوروه مي يغلوه فوالا يغلوه ومام باش يديروا البويون تاعهم ذكرهم ديجا البويون لو فون فولاي باش تمرقوا به نتوما البويون بون هادي يعني استعملت الماء فيها البويون تاع الدجاج كي نتوما تشرو الدجاج يبقى لكم العظم تاع الدجاج يعني لي غاس تاع الدجاج كي يبقى لكم واش ديروا نتوما ما ترموهش احكموا الماء حطوها في قدره نغلوه بالعظم تاع الدجاج هذاك نحكموا حبه بصل هكذايا نديروا فيها لي كلو دو جيروف العود تاع قرنفل صح نتكوها في البصل هكذا ونحطوا حبه بصل كومبلي مع التا مع الزعتره والرند ونديروا المعدنوس فيها ونزيدوا نقطعوا لها شويه زروديه ونخلوها تغلي مليح ونصفوها ونمرقوا بهذيك صح ما كانش عندي بصح هذه تاع القرنفل نديرها في البصل ندير القرنفل غير كي توجعك الدرسه عطيني السباتول تاع حطب حركي لي برك لو بولي هاجر صح ما نديروش فيه الملح دركا مازال نديرو من بعد اوكي ديجا راه بدا يتحمر الدجاج زيدوا له شويه الدجاج هذا واش فيه مليح تمتم يطيب فوالا هادو ما نديرهم زيدهم للدجاج لا من بعد دوك الدجاج كي يطيب هاجر واش نديرو هادي باش يطيب لك الدجاج كي يطيب نحوه منا صح فوالا نوجد لك اون اسيت راه بدا ان توكا شافه لا راهم يشوفوني لا كنت شافوني ولا واش مليح هكذاك كي يطيب نحوه فوالا هي ما تسناش حتى يتحمر ولا ايه راه شويه تنحلو هذاك ما يوليش غاز تغلي يولي بيض تنحى لا كولور تاع كيكون ماشي طايب دوكا نحكمو الثوم تاعي نقاشيوه سي بون تكاس الكاطا سي بون والزيت نتاعو بعدا دير فيه الخضره هذيك ياك باش تقعد لنا البنه فوالا نزيدو شويه زيت باسكو شرب لنا نعطيكم برك اون استوس كي تقاشيو الثوم الثوم باش ما يرحلناش بارتو كي نكونو قاشيو فيه بالموس يعني بالموس انا واش غاتندير غاتندير نحكمها بالملح فوالا درت لي الملح ها خليته هنايا فوالا نديروا له الملح فوالا نديروا له الملح في الثوم هكذايا دوك نوريكم كي تكونوا اشيوه كي ديروا الثوم يديكم ما يتلاصقوش
وتتحكموه شغل يعاوني باش يشد روحه. فوالا كيما راكم تشوفوا هاد لا ميثود عاد نديرها انايا سي بون. فوالا نقصوا النار اه دركا كيفاش. فوالا دوكا هاجر ديري هادوما تعرفي اشي ايه فوالا اشي نبداو. درتي الزيت ولا ما درتيش؟ ما درتش ما زدتش الزيت. نخاف نزيد لك تقول لي تاني درتي بزاف ولا شويه نعرفك انت. نديروها مادام القدره تاعنا راهي راهي سخونه. نديرو البطاطا والبصل ديالنا يتقلاو فيها. هكذاك سي بون؟ سي بون. فوالا هاك زيد له الثوم. حركي هادي هاجر. اوكي هنايا حتى تبان لنا البصله ياك. اوكي ونديرو الثوم. الثوم ديالنا بالقدره. درت الملح ياك؟ درت الملح ولا درت الملح زدت الملح وفلفل الحار؟ درت الملح فيها ولا غير الملح؟ درتي الفلفل يعني كنت درتيها عاد تسقسينيش درت الملح ولا ما درتش الملح فيها؟ ماشي في الدجاج راني على ديري الملح وفلفل الحار. اوكي باش نشوف اون سي جامي تاني جينا مالحه بزاف نقعدوا بلا فطور اليوم. البطاطا قطعوها صغيره باش تطيب. اسنيها جوج هذا تاع البصل. فوالا سي بون. سي بون دوكا كي نحط حنا نقصنا النار دوك نزيدو شويه النار ديالنا. فوالا نتوما باسكو اش كي تحطوا البطاطا تاعكم راح تحمر كيما كي تشوفي هاجر. البطاطا راهي تبدا راك تشوفها تتحمر شويه فيها. فوالا يعني البطاطا راهي شغل طيب باسكو الزيت راهي سخونه ايتو. علاش انا درت هكذايا؟ حبيت كل حاجه طيب وحدها. دوكا كي رانا نشوفو رام سي بون حتى البصل راه دبال. فوالا البصل راه دبال. جيب لك الماء. جيبي لي لي مورسو دو بولي تاعك. تعاود ترجعهم. فوالا نعاود نرجعهم. فوالا علاش عاود رجعتهم؟ باسكو باش قاعد يطلقوا البنه في بعضهم. فوالا باش قاعد يطلقوا البنه تاعهم. ولو كان زعما كان نقولوا كان الدجاج فيها ودرنا البصل. البصل ماهوش حيتقلى مليح. البطاطا ماهيش حتقلى مليح. وبيان واش تحبوا ديروا ديروها في مقله الدجاج تاعكم طيبه وحدهم وحده وهذا ما انا حبيت هكذا باش كل حاجه تمد نكو ديالها. ما يوسخناش بزاف المواعين. ما يوسخناش المواعين فوالا. لا كل حل وصلتني قالت لي غير استعمل هذه ودبر راسك. طيب واش تبغي المهم المواعين ما تحترناش بزاف وخلاص. المواعين ماشي بزاف لي زانغريدون كيما شفتوا ماشي بزاف. شوف كاين اللي يطيبوا لك مش عارفه انايا طبسي الكوزينه كاع تتقلب طيبوا كاع كاع الحي طيبوا له. انا كنشوف في يما في رمضان الكوزينه هي تقول شي حين يديروا عرس هي فين المغرب انا وياها راح ندير شربه وشلاضه. المهم ياك راه طيب لك الصاشيات الجرانن هادي المارشي. اوكي صح خلاص مالا نعطيك الماء سي بون. فوالا تعطيني الماء هاجر غيرك. دوكا اسمحي لي دوكا ندير لاكريم ليكيد. لاكريم تاعنا علاش ندير لاكريم ليكيد فيها؟ باش تعقدها لاصوص بلوتو لاكريم ايباس القشده. فوالا سي بون هاجر ندير لك الماء. الماء ما تمرقيش بزاف صح شويه برك جهد ما يتغطلنا برك. فوالا سي بون سي بون. فوالا دوك كي درنا الماء نعاودو نديرو الملح وفلفل الكحل فيها. صح اعطيني ملح وفلفل الكحل هاجر. اوكي الملح والفلفل الكحل. دير الملح والفلفل الكحل من بعدها تخليها تطيب ومن بعدها ترحيها. فوالا هذا ما كان حنا دوك نغطوا عليها نخلوها تطيب عقلها كي تكمل طيب نجوزوها في الميكسر. صح اما لا حنا نخليهم يروحوا يشوفوا المقادير ونعاود نرجع لكم. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد ورايحين دروك نوجدوا معاكم الديسير اللي هو رؤوف. الديسير اللي هو بانوفي او بانان. بون لي بانوفي جينيرالمون معروفين كوم دي غاتو ما يجوش كيما حين نديرو حنا لي فيغي.
الصباح. هاد الخطا حنا كي درناها في فيغين يعني سهلنا بزاف لا روسات هادية. هاجر حنا واش راح نستعملوا؟ عندنا ان بسكوي ما غير متوفر اي نوع تاع 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 البسكوي. وعندي هنايا حليب مركز كراميل اللي نعطي لكم لا روسات تاعو في اسفل الشاشه في صفحتنا على الفيسبوك. خرجت من تحت خرجت. عندي زوج حبات بانان فيها وعندي الشيكولا اللي راح نديروها من الفوق كوم ديكوراسيون. يعني تقدروا ما ديروا شيكولا، انا حبيت نزيد شيكولا مع الكراميل. سي اكسيلون. اوكي واش راح نبدا؟ نعطيك واش ديري دوكا كيما منال دوبي لي شوكولا. دوب الشوكولا وحدها مع الزبده. فوالا واذا استعملتوا الزبده نصحكم تستعملوا زبده الراعي اللي راهي متوفره للسواق. فوالا دوب زبده دوب شوكولا ملح. نزيد لها شويه برك ياك. شويه برك. طيب بدات تطيب الاخرى. بدات تطيب دوك. انت راكي مع الشيكولا دوب شحال هكذاك؟ واحد دقيقه تكفيك ولا زوج؟ دير لك زوج دقائق. كي تكون بزاف دير غير دقيقه معليش. نحكموا لو بسكوي تاعنا هكذا نكسره. فوالا شوف هكذاك سي بون. سي بون نزيد لك. سي بون سي بون سي بون. فوالا اوكي. فوالا كيما راكم تشوفوا بسكوي ننصحكم تكسروه بيديكم سي ميو. انا حبيت نكسرو بيدي باش ما يجيناش كيما يقول لك باش ما يكونش مرحي بزاف. فوالا فوالا هادي الرجل طريقه تاع الدار هادي. انا مولف نخدمو هكذا لو ديسون غير بيديك. فوالا غير بيدي باش يبقاو دي مورسو كبار فيه. دوكا هاجر واش نديرو؟ انا نعطيني برك لي فيغين هادوك. اوكي ان نقي لك البنان. نقي لي حبه بنان في زوج. في زوج نقي في زوج. هيا صح جينا نعاونوها. هيا قالك ثاني هما تقطعهم البنان ياك. البنان قطعوا دي روندان. هاد الخطره انت تقطعهم. هيا صح اوكي دوك انا على خاطرك لي مورسو بسكوي تاعي. تدي لنا الشوكولا وخلاص وخذاك دوك ندير لك خلاص. انا نجيب الشوكولا وكلش. ايوا الحليب مركز اذا ما عندكمش الوقت ديروه في الدار راه متوفر في السواق. يعني يكون حليب مركز عادي ولا بالكراميل. كلها راهي قريب. شوف هكذاك وخلاص نورمال. قطعي 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 شويه خشين البنات. شويه خشين ماشي بزاف خشينه. هكذا كيما هذا كيما قطعتي الاولاني. ايوه ايوه ايوا معليش بعد نهز. غير قطعي غير بالعقل باش ما يروح باش ما تروحش كاع البنانة. كلي انا مشات هكذاك ما لقوش واش ندير. صبر قطع غير في حبه بنانة من بعد. فوالا البسكي تاعنا راهو وجد الشوكولا راهي دابت. مازال شويه. مازال قلت لك زوج دقائق شفت؟ تعرفي مرة واحدة أخرى تسمع هدرتي. لك سي بون وجد. كي ديروا الشوكولا تاعكم في الميكرو ديروا لها الزبده باش تذوب. ولا سيغ في كاسرونه كي ديروها حركوا الشوكولا تاعكم وزيدوا شويه حليب فيها باش تعاونكم باش تذوب. فوالا دوكا غير بيدي نحكم لي مورسو تاع لو بسكوي نحطهم من تحت. فوالا ندير لك انا كل واحد يدير كاس. واي خلاص ماشي بزاف هاجر. جوست هاي تبعي هذه الكاس. فوالا ما يكونوش بزاف تاني كبار. اوكي فوالا بعدا تزيد لهم الشيكولا. الشيكولا نديروها على فان. صح ندير لي بانان دركا يسمى ولا كيفاش؟ ديري لي كونسونطري ديري دو كويير فيها. صح ما نسمى جبد. فوالا الشوكولا تاعنا كي تشوفوا الزبده دابت كاع عرفوا بلي الشيكولا راهي دابت. حليب المركز بالكراميل تاعنا. فوالا نعاود نذكركم اذا ما عندكمش الوقت ديروه في الدار تصيبوه في الاسواق يتباع. شوف هكذاك كراميل ولا ولا دي طبقة اسمها نزيد شوية. هي هادي لازم تكتري منها شوية. هي مغرفة عندي ولا ما كاش؟ درنا البيسكوي غير شوية غير بزاف قالك لا لا غير شوية درنا لاكخيم. عليك حكمي مغرفة كبيرة. شوف هكذاك بيان ريمو فيها. لا هيداك باش ما تعيش راح. الطبقه الاولى تاع هادي لازم تكون امبورطون. لازم تكون بزاف فيها.
تاعنا بعدا نديرو البنان وبعدا نديرو لي طرونش دو بانان تاعنا اوكي بصح قبل ما نديرو نديرو شويه نزيدو شويه بسكويت ماشي بزاف شويه تاع البسكويت بديت تاكل ديجا صبر شويه مش عجبني في هضره تعرف تخيل الفاكهه فكري لي تشري هذه مع بنينا لي دين لي دين كي كورو بنان يا سيدي انت راهي صحت لك شيكولا من فوق ومن تحت يا سيدي هذه نخليها لك ليك يا سيدي هيا خلاص اوبس سي بون سي بون هذا مكان هذا مكان مالا احنا نخلوهم يروحوا يشوفوا المقادير ونعاود نرجع لكم مشاهدينا رجعنا لكم من جديد ودروك جا وقت ندير لكم لا بريزونطاسيون دي بلا كاع اللي كانوا عندنا في حلقه اليوم ونخلي رؤوف يعاود يفكركم كيما عندنا ذكرناكم احنا راهم لي بلا راهم واجدين ان شاء الله يعجبوها ان شاء الله يعجبوكم ثاني اللي هما خبزه تاع البطاطا بالزيتون بلوتي دو بولي وكاين بانوفي بانان لي كراميل ان شاء الله تعجبكم بزاف جربوها وان شاء الله تعجبها هاجر ان شاء الله سيرتو هاجر على بالكم رامي تبعوني انا الا قلت بنينه بنينه انا ما قلتش بنينه ايوا راك نشوفوا الانتري تاعنا الخبيزات بسم الله لك الصحه هايلين الله يسلمك مع شويه هريسه جاهم وزوزين يعطيك الصحة فريمون هايلين ليجيرمون حارة ايه وقلت لكم اللي ما يحبش يدير هريسة يدير كاتشب فيها جوست بور لا كولور الداخل لا يدير إذا ما عندوني كاتشب هريسة يدير شوية في العكري كيكون يخلط في البطاطا ان توك على بالك انا ننصحكم باش ديروا فيها شوية حار باسكو يزيد لها الكو هايل بقول لها سوبر كا هادي هايلة هايلة جماعة هذه هايلة فريمون بنينة تحكم غرفة كبيرة يعطيك الصحة والله على بالك مام الدجاج تحسو الدجاج ماهش ماكش رايح تن خلاص ما نحسوش به راه تحس بلي الدجاج وانا قلت لكم تحس دجاج مليح باش عطات بنة أكثر كل حاجة طابت وحدة لا فريمون يعطيك الصحة البنة تاع هذا لو بلا فوالا اللي خلاتها هكذا هذا بنين بنين بزاف صحتك يسلمك شوفوا الديسير دركا اللي ما خليته ما يضل نهز بيام لتحت هاي الله هذاك صحة بنين كيما راكم تشوفوا هايلك لاكوش تاع الشوكولا مبانه خدات كي حطيناها في الفريجيدار انا قلت لكم لو بانو في هدايا راهو دون فاسون تري سامبل بزاف سهله درنا بيسكوي او ليو دو شغل نعجنوها ونحطوا الاخر تاعنا باش ما طولناش درنا هالطريقة سهلة والاقتصادية بيان سور اليوم كلش بنين انا نقول لكم درك غير نكمل اقعد عارفو زيا حنا على كل حال نقول لكم نذكروهم صفحتنا على الفيسبوك اللي راهي تبان اسفل الشاشه اذا تبغوا تعطونا اقتراحاتكم ارائكم لي بلا اللي نديروهم لكم اسئله تاني اللي تبغوا طرحوها لرؤوف تاني طرحوها له هكذاك باش يجاوبكم عليها كامل إن شاء الله. وحنا تاني نقول لكم اتهلاو في روحكم واستنونا في العدد المقبل ان شاء الله والسلامه هذا البرنامج برعاية خافيبس.